بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التابس اللي يسموها تاب يعني معنى وظيفي بصراحة، واسمها وظيفي يعني عبارة عن لسان ذات حاوية من الحاويات اللي بتربطك بمكان جوه الصفحة. بشكل عملي ده يا جماعة بنسميه تاب، زي ألسنة البراوزر بتاعك. أنت ممكن تنتقل ما بين الألسنة المختلفة وأنت فاتح نفس الملف، يعني أنت بتحاول تنقل الداتا بتاعتك بس في مكان واحد. تمام، ده يا جماعة ده إن شاء الله بزي المثال اللي إحنا هنحاول نحكي لحين ما نوصل. طيب جميل، في السبيسيفيكيشن بتاعت فاونديشن بيقولوا لي إن التاب ده بيتكون من حاجتين اتنين. الحاجة الأولى هي التاب نفسه أو الجست، المكان اللي انت لما تضغط عليه او الكلمة اللي لما تضغط عليها راح تعرض لك المحتوى المعين اللي هي الكلمة دي. ده اول كومبوننت. المكون الثاني بيكون المحتوى المرتبط بالكلمة دي، يعني لما ضغطت على تاب 5 المحتوى اتغير، فبالتالي ده المكون الثاني. يبقى عندي كونتنت محتوى وعندي التايتل او العنوان اللي خاص بالمحتوى او الفكرة دي، دولت مكونات. في السيشن بتاع حلقة اليوم راح نتكلم عن التاب نفسه، وهنسيب الحديث عن الكونتنت ان شاء الله باذن الله في السيشن اللي جاي. طيب لو احنا عايزين ندرج التاب ده يا جماعة بمنتهى البساطة، كل اللي احنا محتاجينه ان احنا ندرج قائمة يو ال. اليو ال ديت يا جماعة راح تاخد ثلاث حاجات، هتاخد كلاس اسمه تابس. وخد بالك وانت بتكتب كلمة تابس انها مش هتتكتب سنجل، يعني دايما تلاقيها كلمة تابس اس اخرها دايما اس. تمام، الحاجة الثانية اتريبيوت اسمها داتا هايفن تابس. الحاجة الثالثة محتاجين اي دي. طيب الاي دي ده ليه؟ الاي دي ده لاني انا قلت لك من شوية اني عندي فكرة او عندي عنوان راح يتربط بمحتوى، فاهمني؟ فانت لازم المكونين اللي احنا حكينا عنهم دولت يتربطوا ببعض، عشان كده كان لازم أن يكون في اي دي يا جماعه. ولنفرض انا هدي له القيمه اكزامبل على اساس اني لما هاجي اكتب اربطها بالكونتنت هكتب فيها، هكتب في الخاصيه الخاصه بالربط نفس الكلمه دي. ماشي، النقطه الثانيه انا عندي ايه جوه التاب يا جماعه؟ انا اسف، طالما عندي يو ال يبقى لازم أن يكون معايا ال اي. اوكي، ولان ال اي بتاعتي هتكون عباره عن ايه؟ الله يسترك يا رب. الحديث يا جماعه خلينا في الاول عن ال اي. ال اي في الاول لازم هتاخد كلاس يا شباب، الكلاس ده هيكون اسمه ايه؟ هيكون اسمه تابس ايفن تايتل، للدلاله على ان ده العنوان اللي راح يتكتب. طب وبمنتهى البساطه وبمنتهى الوضوح، طالما في ال اي واحنا بنحكي في تاب وانتقالاته وبتاع، هتلاقيني غصب عني بكتب وصم الانكور. ما انت بتقول لي انتقالاته هتروح من مكان لمكان وجوه الصفحه وبتاع، يبقى لازم ان يكون في وصم مرتبط. ولنفرض انا هكتب هنا مثلا كلمه تاب واحد، وطالما في انكور يبقى لازم ان يكون في اداه ربط مرجعي اتش ريفرنس بتساوي قيمه معينه، والقيمه دي يا جماعه هتبقى مميزه شويه. انا هحط لها الهاش او الباش او المربع وهكتب مثلا بانل واحد. طيب حاجتين اتنين لازم تاخد بالك منهم، النقطة الأولى إني عملت هاش لأني ناوي أربط internal linking، يعني هربط ربط في داخل نفس الصفحة، عشان كده هتلاقيني بربط بالهاش لأني بعرفها بتصريح مباشر في الاتش ريفرنس بتاع الكونتنت بتاعها، بس لما أجي هنده عليها هنده عليها من غير الهاش. الكلام ده أخدناه زمان طبعا في قصة الـ HTML. النقطة الثانية اني كاتب كلمة معينة اسمها اتش بانل. ما هو انا عايز اقول لك كمان اني انا طالما في كونتنت وفي بانل يبقى المفروض اني اربط الاثنين ببعض، فهو من باب الفصل المربوط. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طيب المهم يا جماعة، هو يقصد يقول انت بتحاول تجمع كل التايتلز مع بعض في مكان واحد. تمام، يعني ايه القصد؟ التايتل ده وده 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 انت بتعملهم كلهم في الاول، بعدين بتروح عامل الكونتنت كله تحت، فاهمني؟ مكان واحد. بعدين بتروح تربط الكونتنت كله بالتابز كلها، بعدين بتروح تربط كل كونتنت خاص بكل تاب.
دي الفكرة، دي فكرة العمل يعني. فعشان كده انا عملت في التاب تايتل ده اللي هو الاتش ريفرنس اسمه بانر واحد، لاني هاجي هربط بعدين في الكونتنت بتاعه لما اجي اكتب في المحتوى هستدعي المحتوى اللي خاص ببانر واحد. تمام، اوكي، جميل جدا. خلونا طيب نكرر الكلام ده مثلا ما شاء الله من المرات، هنقول مثلا المرة دي في حدود 4 مرات. تمام، وهنحاول نغير في الكونتنت ده برضه، نمسح الكلمة دي. وبالنسبة لدول هنخليهم تاب 2 وبانل 2، وهنا هنخليها تاب 3 وبانل 3، وهنا هنخليها تاب 4 وبانل 4. ونتقابل إن شاء الله بإذن الله السيشن اللي جاي. ما تنسونا من صالح الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.